معانا مداخلة من المهندس أنور سالم وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا أهلا. تابعنا زيارة معالي الوزير لمحافظة الدقهلية وكان فيها أكثر من حدث مهم جدا بالنسبة للزراعة المصرية، ولكن حقل الإرشادي اللي كان مزروع بصنف شندويل بالنسبة للقمح كان صورة مفرحة ومبهجة. يا ريت تقول لي صنف شندويل ده لأول مرة بيتزرع ومدى النجاح اللي حققه أثناء زراعته بمحافظة الدقهلية. الحقيقة هو صنف شندويل من الأصناف المخصصة للوجه الإبلي. أيوه. أكون إن هو ينزرع في محافظة الدقهلية وإحنا زارعينه السنة دي كحقل إرشادي، على اعتبار إن هو لما هنشوف إنتاجيته إيه بحيث إن هو يشتغل السنة الجاية ويعمم. فهو السنة دي عمل إنتاجية عندنا بشكل أكثر من ممتاز، يعني هو جايب 28 أرداف. صح. فشيء رائع جدا جدا، وتلائم مع الظروف الجوية اللي عندنا، مع المية، مع كل الإمكانيات. رغم إن هو ماشي يعني زرعناه زي كل التعليمات اللي بتقول زراعة الحقول الإرشادية إزاي. ده دور مهم جدا بالنسبه للحقول الارشاديه. كان عدد الحقول الارشاديه بالنسبه للقمح والمنزرع بهذا الصنف بالذات، وهل هناك نيه للتوسع في الموسم القادم بالنسبه للحقول الارشاديه؟ ان شاء الله باذن الله. احنا كان عندنا السنه دي عموما كحقول ارشاديه بصفه عامه كان عندنا 629 حقل ارشادي. ايوه. الحقل ده من ضمن الحقول، ولانه صنف جديد فكنا مركزين معاه، لان احنا ان شاء الله هنتوسع فيه السنه اللي جايه بإذن ان شاء الله. هذا الصنف هيحظى بقبول كل الناس باذن الله، لانه جايب نتيجه فعاله وايجابيه وتحمل كل الظروف كمان باذن الله. بالنسبه لتوريد القمح في هذه الفتره، وهل هناك بعض المشاكل ظهرت بالنسبه للتوريد داخل المحافظه وكيفيه التعامل معها؟ هو الحقيقه انت زي ما حضرتك شفت وكنت معانا في الزياره، الشوان كلها موجوده، الشوان كلها شغاله. احنا لحد النهارده موردين 41,000 طن قمح، حوالي 279,000 ارداف، بزياده عن السنه اللي فاتت النص. يعني احنا السنه اللي فاتت زي دلوقتي في نفس اليوم كنا 20,000 طن، احنا النهارده 41,000. فده شيء ممتاز جدا، كل الامور ميسره. الاقبال على الشوان اقبال غير عادي. أيوة. عندنا شوان البنك اقبال عليها شديد، عندنا شوان المطاحن كلها شغاله، وشغل المطاعم شغاله بقى لها فتره. فالحمد لله الموسم يبشر بالخير باذن الله، وان شاء الله يجيب نتيجه جيده باذن الله ان شاء الله. عايز حضرتك تسمع معايا مداخله من الحاج محمد من الدقهليه، وبرضه عايز يشاركنا في هذا الحوار الجميل. اتفضل يا حاج محمد. ماشي يا فندم. ايوه يا باشمهندس. اهلا وسهلا. معاك سامح من زراعيه مباشر، اتفضل. اهلا يا استاذ سامح. اتفضل. اول حاجه انا برحب بكم بالاستاذ الباشمهندس انور، اللي انا رحت له مرتين برضه وما شافليش حل، رغم وعدنا بحل المشكله. طب قول لنا المشكله علشان المهندس انور معانا دلوقتي وسمعنا ونحلها مع بعض. المشكله احنا اكثر من 20,000 فدان ارض جسر واقي في مركز المنزله. ايوه في المنزله. مش لاقيين حل لمشكلتنا. المشكله عباره عن ايه يا حاج؟ المشكله عباره عن ان احنا بقالنا اكثر من 30 سنه بنصرف السماد، ومعانا بطايق صرف اسمده بقالها اكثر من 30 سنه. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ولكن بعد ما انشال الكيماوي من البنك وراح للجمعيات الزراعيه منع عننا الكيماوي لغايه النهارده. بسبب ايه؟ الارض بتاعتك وضعها ايه؟ انت إيه الارض بتاعتك مالك؟ الارضنا احنا مالكين الارض ديت، ولكن الهيئه عشان تيجي تروح يقول لك ادفع على الفدان 4,000، رغم ان احنا دافعين ثمن الارض ديت من اكثر من 10 سنين. يعني هي لسه متبقي عليها جزء من ثمنها. لا انا هقول لك. طيب ثمنها خالص. طب حاج محمد، اللي عايز يا حاج محمد انا عايزك تسمعني. انا بشكر حضرتك على مداخلتك، والمهندس انور هيرد دلوقتي وهيتابع معاك مشكلتك. اتفضل يا باشمهندس. شوف يا فندم، هو الواضح من ان الحاج محمد ارضه تبع المساحات الغير مقننه، يعني ارضه لسه ما اتحيزتش. ايوه. تبع الهيئه العامه للتعمير، المفترض ان هو يروح يسدد ثمن الارض علشان الارض تتحيز. صح. فهو لحد هذه اللحظه احنا عندنا حوالي 30,000 فدان مساحات في الجسر الواقي في المنزله لم يتم تحييزها. عشان نحل مشكله الاسمده بتاعتهم بنصرف لهم اسمده حره.
أيوة. الأسمدة الحرة ما هي غالية قوي، لكن احنا خصصنا لهم الأسمدة اللي يصرفوها، وبالتالي أي حد بيروح بنصرف لهم، ما بنقولش لحد ما تصرفش. سعرها كام الأسمدة الحرة؟ ما في أسمدة حرة في نترات وفي يوريا. بيتراوح سعرها ما بين كام؟ يعني في 125 تقريبا يعني، ولا العلم عند الله مش متأكد من السعر قوي، إنما احنا بنصرف لهم الأسمدة. وده طبعا طفرة يعني، لو يعني تعليمات معالي الوزير هي اللي خلتنا نصرف لهم، هو بيقول احنا بنصرف بقى لنا 30 سنة، لا لو تعليمات معالي الوزير دي هي اللي خلتنا نصرف لهم الأسمدة الحرة. هو فعلا ما كانش اللي محيز أرضه ما كانش بيصرف بس كده، لولا ان معالي الوزير ادى تعليمات بان هم يصرفوا كانوا هيستمروا في النظام القديم. صح. وبعدين احنا ما بنطلبش منه مستحيل، احنا بنقول له روح قنن وضع ارضك، ادفع ثمنها، تعال حيزها، تاخد كل المميزات اللي بياخدها اي حد تاني. خصوصا ان الفتره القادمه هتشهد مميزات اكتر، ولازم يبقى المزارع مستعد ويبقى وضعه سليم وقانوني. هو لو وضعه سليم وحياته مقننه خلاص خلصت قضيته، هتبقى مميزاته وحاجته كلها هيتمتع بها زي كل الناس. صح. رؤية حضرتك ايه بالنسبة للموسم الصيفي والتجهيزات من حيث توافر الاسمدة ومستلزمات الانتاج؟ احنا حاليا مستمرين في صرف كل بندي شكارتين على الفدان. أيوة. لحد ما الحصر ينتهي نكمل بقية المخصص، ما عندناش مشاكل في الاسمدة الحق، ومش بقول كلام مجاملة، لا احنا بنتابع معك. ما عندناش مشاكل في الاسمدة، الاسمدة موجودة ومتوفرة، وان شاء الله الموسم هيعدي بخير بإذن. احنا بنجهز الارض لزراعة القطن، احنا دلوقتي حاليا زرعنا 24000 فدان قط من المستهدف بتاعنا اللي هو 50000. أيوة. ان شاء الله في خلال 10 ايام هنكون زارعين ال 50000. بنجهز الارض لزراعه الرز، زرعنا لحد دلوقتي في حدود 50000 فدان، ان شاء الله كل المساحه تزرع. وبنناشد كل الناس ان ما حدش يزرع مخالف. ايوه يعني احنا السنه اللي فاتت كان عندنا 122000 فدان مخالف، فنرجو ان السنه دي احنا عاملين حمله مكثفه ودعايه كامله لخطوره الزراعه المخالفه، فان شاء الله السنه دي نزرع 300000 اللي هي الوزاره مخصصينها لنا، وما يكونش فيه اي مخالفات بالنسبه للرز ان شاء الله. الذره ان شاء الله المستهدف بتاعنا في الذره هيزيد، احنا كنا زارعين السنه اللي فاتت 70000، السنه دي ان شاء الله ممكن نعدي ال 100. ان شاء الله الامور ماشيه كلها سليمه ومفيش اي مشاكل ان شاء الله باذن الله. المهندس انور سالم وكيل وزاره الزراعه بالدهليه، بشكر حضرتك وبالتوفيق دايما.